القياده الروسيه او مين روس هذا الروح اللي في روسيا يعيشوا اكثر من 100 نقول لا لنازيه نحن نقول لا ل الولاء لهذه الشمو من اجل يعني تعييد الموقف الروسي في عمليه العسكريه الروسيه في الحربيه في 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 اوكرانيا، وكذلك لتعييد الجيش الروسي في عملياتها. نحن نتمنى قبل كل شيء يعني سلام، والسلام احيانا يعني مفروض نحن يعني نحقق السلام من اجل او خلال الكفاح والنضال والصراع، هذا يعني حياة.